بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب العتق، وكنا قد توقفنا عند قوله باب في العتق على شرط. قال أبو داود رحمه الله: باب في العتق على شرط. ثم ذكر رواية عن سفينة رضي الله عنه أنه قال: كنت مملوكا لأم سلمة فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. فقلت: وإن لم تشترط علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. فأعتقتني واشترطت علي. يقول في ذلك سفينة رضي الله عنه: كنت مملوكا لأم سلمة رضي الله عنها فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. فقلت: وإن لم تشترط علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. فأعتقتني واشترطت علي. فترجم أبو داود رحمه الله هذه ترجمة في العتق على شرط، في العتق على شرط، وهل يجوز أن يعتق ذلك المعتق هذا العبد على شرط كهذه الشروط التي ذكرها سفينة في مقولة أم سلمة رضي الله عنها له لما أرادت أن تعتقه. قال: من أعتق عبدا وشرط عليه خدمة، فهل يا ترى هذا الشرط هيعتبر أم لا؟ يقول في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله: هذا وعد عبر عنه باسم الشرط ولا يلزم الوفاء به، وأكثر الفقهاء لا يصححون إيقاع الشرط بعد العتق، لأنه شرط لا يلاقي ملكا ومنافع الحر لا يملكها غيره إلا في الإجارة أو في معناها. بيذكر هنا الإمام الخطابي رحمه الله قال: هذا وعد عبر عنه باسم الشرط، عبر عنه باسم الشرط. ودايما العبرة بالمعاني ليس بالمباني، العبرة بالمعاني ليس بالمباني. قلنا لابد أن احنا أن ننظر إلى مدلول ذلك المصطلح، مدلول المصطلح. فلذلك قال: هذا وعد عبر عنه باسم الشرط ولا يلزم الوفاء به، ولا يلزم الوفاء به. طبعا الوفاء بالوعد هذا من شيم ومكارم الأخلاق، الوفاء بالوعد يعني هذا من شيم ومكارم الأخلاق. ولكن هو بيتكلم على هذا وعد، لو اعتبر كوعد هل يا ترى بيلزم الوفاء به، يلزم أن يجب الوفاء به أم لا، أن يأثم إن خالف ذلك الأمر أم لا. فعلى ذلك نقول كإنسان وعد آخر إن نجح في الامتحان حيعطيه هدية، حيعطيه هدية. قلنا المطلوب من الإنسان أن يسعى ويجتهد وأن ينجح في الامتحانات، يعني ينجح بهذا وعد، قلنا لم يترتب عليه شيء، هذا وعد. قلنا غير لما يكون في وعد بيترتب عليه أمور، يترتب عليه أمور. كإنسان وعد الآخر لو سافر إلى مكان كذا وكذا وأتى بكذا، لا وهب له كذا أو أعطاه كذا، نقول ده وعد ترتب عليه أمور. قلنا ترتب عليه نفقة، أنه لولا ذلك الوعد ما سافر مثلا وغير ذلك إلى هذا المكان، أو ما تحمل وتكبد هذه المشاق أو تلك التكاليف. غير نقول لو وعده إنه لو نجح في الامتحان لا وهب له كذا وكذا. فنقول الأصل كده أن الطالب يسعى ويجتهد ويجد، قلنا حتى يحقق هذه الدرجات في الامتحانات. فنقول على ذلك يبقى ده وعد، هل يلزم الوفاء به أم لا، يلزم أن يجب ولا لا، يأثم كده يبقى يأثم لو تخلف عن إنفاذ ذلك الوعد أم لا. فعلى ذلك قال: هذا وعد عبر عنه باسم الشرط ولا يلزم الوفاء به. يبقى نفرق ما بين أمرين، إن ده يستحب طبعا الوفاء بالعهد والوعد يستحب، لكن كلمة لا يلزم الوفاء به أي لا يجب، قلنا معنى كده أنه لو تخلف عن ذلك لا يأثم. قال: وأكثر الفقهاء لا يصححون إيقاع الشرط بعد العتق. قال: أنه شرط لا يلاقي ملكا ومنافع الحر لا يملكها غير الحر،
وإلا في الإجارة أو في معناها. يبقى أكثر الفقهاء لا يصححون إيقاع الشرط بعد العتق، بعد العتق. قال لأنه شرط لا يلاقي ملكا، اشترط عليه الخدمة، كأنك اشترط على إنسان كده أجنبي أنك أنت أن يقوم بخدمتك، يبقى نقول ده منفعه هو لو كانت في مسألة إجارة يبقى حنؤاجر هذا الرجل على أن يقوم بخدمتنا مقابل مال حندفعه، مقابل مال حندفعه، يبقى دي خدمة مقابل إيه هذا العوض. لكن نقول يا ترى لو اشترطت على الإنسان أو أتيت الإنسان واشترطت عليه أن يقوم بخدمتك، يا ترى ونقول أنت لا تملك منافع الآخرين، ولكن هو الذي يقوم ببذل هذه المنافع، سواء بقى أراد أن يقوم ببذلها بعوض أو بغير عوض، هو يملك هذه المنافع لنفسه كحر. فلذلك قال لما يقع العتق يبقى أصبح هذا المعتق حرا، أصبح هذا العبد الرقيق ده أصبح حر بالعتق. فلما اشترط على الخدمة نقول حالك كحال من اشترط على أجنبي أن يقوم بخدمتك بلا مقابل مثلا، يبقى نقول لا هذا إيه ليس بشرط، هذا ليس الشرط ده يعني لا يلزم الوفاء به، لأنه هو في الحالة دهية وافى أو كان ذلك الشرط. ونقول هو خرج من ملكي ذلك المعتق، هذا العبد كان قد خرج من ملكي ذلك المعتق بعتقه. قال ومنافع الحر لا يملك لا يملكها غيره، فيش حد أساسا هيسيطر على منافع الآخرين إن كانوا أحرار، إلا في الإجارة أو في معناها، إلا إن كان في إجارة أو في معنى الإجارة. يبقى زي ما أنت بتؤاجر إنسان، تؤاجر هذا الإنسان يبقى تنتفع بمنافعه في مثلا في بناء أو في غير ذلك مقابل أجرة تدفعها لذلك رجل، يبقى هو بيملكك أنك أنت تنتفع بهذه المنافع مقابل العوض الذي تقوم بدفعه. لكن نقول الحر الذي يملك منافع نفسه وبالتالي يتنازل عنها يبقى في مقابل أجرة أو في ما كان في معناها. قال في شرح السنة قال رجل لعبدي إذا قال أو قال رجل لعبدي اعتقك على أن تخدمني شهرا فقبل عتق في الحال وعليه خدمة شهر، يبقى قال كده لو اشترط قال اعتقك على أن تخدمني شهرا قال فقبل العبد عتق في الحال وعليه خدمة شهر، ولو قال على أن تخدمني أبدا أو مطلقا فقبل عتق في الحال وعليه قيمة رقبتي للمولى. قال وهذا الشرط إن كان مقرورا بالعتق فعلى العبد القيمة ولا خدمة، وإن كان بعد العتق فلا يلزم الشرط ولا شيء العبد عند أكثر الفقهاء. يبقى ده قول آخر قال في ذلك الإمام البغوي رحمه الله لو قال رجل لعبدي أعطيقك على أن تخدمني شهرا، كأنه استثنى كده استثنى، يبقى زي ما إنسان بيبيع دار ويستثني أن يمكث فيها شهرا، يبقى يستثنى كده قال حنسلمك الدار دي بعد شهر، يبقى تم البيع والشراء، ولكن قال لا أقوم لك بتسليم هذه الدار إلا بعد شهر، كأنه بالضبط كده استثنى أجرة هذا الشهر، استثنى أجرة هذا الشهر. فكذلك أيضا يقول في ذلك لو قال رجل لعبدي أعطيقك على أن تخدمني شهرا فقبل العبد، يبقى عتق في الحال وعليه خدمة شهر، يبقى هيبقى هنا أصبح حر وعليه خدمة شهر، يوفي بذلك الأمر يوفي بذلك الشرط كما قال الإمام البغوي رحمه الله. لو قال على أن تخدمني أبدا أو مطلقا فقبل قال يعتق في الحال وعليه قيمة رقبته للمولى، كأنه بالضبط كده هيعتقه على أساس أنه هو يدفع ذلك المبلغ أو قيمة هذا العبد يقوم بدفعها إلى مولاه. فلو قبل يبقى أنه هو العتق مقابل أن يقوم بخدمته أبدا، يبقى نقول الشرط ده وكأنه يقول هذا الشرط لا يلزم الوفاء به، ولكن عند ذلك يعتق العبد في الحال، يبقى ده عتق ناجز، وفي نفس الوقت أيضا يكون عليه قيمته أو قيمة رقبة ذلك العبد تدفع للمولى. قال هذا الشرط إن كان مقرونا بالعتق فعلى العبد القيمة ولا خدمة، يبقى عبد كده القيمة ولا خدمة، وإن كان بعد العتق فلازم الشرط ولا شيء على العبد عند أكثر الفقهاء. ويقول الإمام الشوكاني رحمه الله وقد استدل بهذا الحديث على صحة العتق المعلق على شرط، يبقى قال استدل بهذا الحديث على صحة العتق المعلق على شرط، يبقى منهم اللي قال يبقى الشرط ده لا يلزم الوفاء به، ومنهم من قال يبقى هذا عتق صحيح ولكن معلق
على ذلك الشرط، متى وفى ذلك الشرط يبقى كان حرا. قال ابن رجب رحمه الله: لو اختلفوا أن العبد إذا اعتق سيده على أن يخدمه سنين أنه لا يتم عتقه إلا بخدمته، إلا بخدمته، زي كأنها صورة المكاتبة، كأنها صورة مكاتبة، هي مش مكاتبة لكن كأنها صورة مكاتبة. المكاتب ده يعني حيعتق لو وفى دين الكتابة إلى سيده إلى مولاه، يبقى ما توفى دين الكتابة أصبح حرا، أصبح عتيقا حرا. فكذلك لو اشترط السيد على مولاه على عبده أو على رقيقه أنه يقوم بعتقه مقابل أنه هيقوم بخدمته عدد معين من السنين أو عدد معين من الأشهر، يبقى لازم يكون معلومة، يبقى دي عند ذلك معلومة. قال يبقى معنى كده أن هذا العبد لا يعتق إلا إن وفى ذلك الشرط أن يقوم بهذه الخدمة، يبقى ده معنى الكلام كما ذكر ذلك ابن رشد رحمه الله. وقال البعض وقد اختلفوا في هذا، فكان ابن سيرين يثبت الشرط في مثل هذا، وسئل عنه أحمد فقال اشترى ذي الخدمة من صاحبه الذي اشترط له، قيل له اشترى بالدراهم قال نعم، يبقى دي صورة أخرى أيضا اختلفوا، يبقى يترى الشرط ده حيوفى به ولا لا، يلزم ولا لا. فالبعض قال لا يلزم هذا الشرط، يبقى بيعتق ولا يلزم هذا الشرط، يعني كأنه شرط فاسد، كأنه شرط فاسد. والبعض هنا قالوا لأن دي منافع لا يملكها غير ذلك الحر، فلو اعتق أصبح حرا منافعه لا يملكها إلا هو. لكن نقول أن أصلا السيد مالك هذا العبد ومالك رقبة العبد ومالك منافع العبد، فعند ذلك نقول وكأنه يبقى قام بعتق الرقبة وعتق هذا العبد في مقابل أن يستثني هذه الخدمة، يبقى حينتفع بمنافعه، ينتفع بمنافعه، هو أصلا مالك العبد، مالك الرقبة ومالك المنافع، يبقى مالك الرقبة ومالك منافع هذا العبد، وبالتالي حيقوم بعتقه يبقى عتق الرقبة، ولكن استثنى عند ذلك خدمة هذا العبد له، يبقى استثنى المنافع، نقول هو أصلا مالك الرقبة والمنافع، وبالتالي بنقول العتق ده حينفذ مع ما استثناه ذلك المولى لنفسه، نقول لأنه أصلا مالك الرقبة ومالك نقول أنه هو منافع هذا العبد، يبقى لما عتق ذلك أو أعتق ذلك العبد يبقى أعتق الرقبة وكذلك، لكن استثنى أن ينتفع بنفع هذا العبد لفترة معينة. يبقى الشرط ده نقول يعني بينفذ ذلك الشرط، قلنا كنتيجة لأن المولى أساسا أو السيد مالك للرقبة والمنافع، نقول هو في الحالة دي هو مالك أساسا فكأنه تنازل عن الرقبة ولكن هو استثنى له لنفسه المنفعة، زي بالضبط كده زي العراية، قلنا مثلا رقبة في يد المالك واستثنى عند ذلك أن ينتفع ذلك الرجل بثمار هذه الشجرة، يبقى لكن نقول مش معنى انتفاعه بالثمرة حيبقى هو مالك الأصل، ده ملكية الأصل ما زالت لصاحب النخلة، ولكن هو أعطى ذلك الرجل الفقير مثلا أعطاني ينتفع بالثمار، يبقى عشان نفرق ما بين الرقبة والمنفعة. الرقبة نقول لما بنؤجر شقة مثلا بشقة، يبقى أنت والله في الحالة دي الشقة دي مملوكة لصاحب العين، أما أنت فأنت بتدفع أجرة مقابل أن تنتفع بهذه المنفعة، وبالتالي يبقى في حاجة اسمها الرقبة ودي الأصل ومنفعة الرقبة، نقول أن السيد مالك الرقبة ومالك منفعة الرقبة بيملك هذه المنفعة، وبالتالي لما أعتق ذلك العبد في مقابل أن هو يستثني هذه الخدمة يبقى استثنى أن ينتفع بمنافع ذلك العبد لفترة، فنقول عند ذلك يبقى قام بعتق الرقبة واستثنى هذه المنفعة، فهذا شرط يعني قائم، هذا شرط قائم. وأيضا نقول أن هو العبد يوفي بذلك الشرط، يوفي بهذا الشرط. قال وقد اختلف في هذا فكان المسلمين يثبت الشرط في مثل هذا، وسئل عنه أحمد رحمه الله فقال يشتري هذه الخدمة من صاحبه الذي اشترط له، قيل له اشتري بالدراهم قال نعم، يبقى بيرى كده أن العبد حيعتق، ولكن نقول ثبتت في ذمته الخدمة، ثبت في ذمة الخدمة كأنه أصبح حر كده، وهذا الرجل يؤجره على هذه الخدمة كأنه دفع له الأجرة كده على الخدمة، وبالتالي نقول الأجير ده يعني رفض أن يوفي هذه الخدمة، إيه المطلوب؟ يبقى حيرد المال. فكذلك قال هذه المسألة، قال لو اشترط عليه الخدمة
يبقى من الممكن هذا الرقيق الذي أعتق يبقى ممكن نقوم الخدمة ويدفع مقابل هذه الخدمة إلى سيده، يدفع مقابل هذه الخدمة إلى سيده. يبقى ده كلام الإمام أحمد رحمه الله، قال يشتري هذه الخدمة من صاحب الذي اشترط له. قيل لا يشتري بالدرهم، قال نعم، قال نعم، يعني معنى الكلام أنه أثبت ذلك الشرط، أثبت ذلك الشرط. ولكن وفي بشرط، نقول إن لم يوفي بشرط يبقى يدفع قيمة هذه الخدمة إلى سيدي، ده معنى الكلام. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، باب في من أعتق نصيبا له من مملوك، في من أعتق له، في من أعتق نصيبا له من مملوك. لو كان في مجموعة، هذه المجموعة بتملك ذلك العبد، فإن قام أحد هؤلاء الشركاء وأعتق ذلك النصيب الذي له في ذلك العبد، فما هو حكم هذه المسألة؟ قال في من أعتق نصيبا له من مملوك. ذكر في رواية عن أبي الوليد عن أبي أن رجلا أعتق شخصا له من غلام، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لله شريك، فقال ليس لله شريك. زاد ابن كثير في حديثه فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه. يبقى أن رجلا أعتق شخصا له من غلام، نصيب له، سهم له من غلام، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لله شريك. زاد ابن كثير في حديثه فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه. كذلك أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعتق شقيصا له من غلام أو شخصا له من غلام، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وغرمه بقية ثمنه. قال فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وغرمه بقية ثمنه. أيضا في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق مملوكا بينه وبين آخر فعليه خلاصه، قال من أعتق مملوكا بينه وبين آخر فعليه خلاصه. كذلك أيضا في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا له في مملوك عتق من ماله إن كان له مال، قال من أعتق نصيبا له من مملوك في مملوك عتق من ماله إن كان له مال. فبيتكلم عن هذه المسألة في من أعتق نصيبا له من مملوك، يبقى مجموعة شركاء يملكون ذلك العبد، وقام أحد الشركاء بعتق ذلك النصيب الذي له، بغض النظر بقى إن كان ده هو له النصيب الأكبر أو النصيب الأصغر، هو شريك من الشركاء، نقول له مثلا عشر ذلك العبد ثمن ذلك العبد أي صورة من الصور، فده شركاء، مجموعة شركاء بغض النظر عن حصص هؤلاء الشركاء، بغض النظر عن حصص هؤلاء الشركاء. فقال أن رجلا أعتق شخصا له من غلام، يبقى كان هو أساسا شريك من الشركاء في غلام اللي هو عبد، وقام بعتق، قال هذا الجزء الذي لي في ذلك العبد نقول هو يعني أعتقه لوجه الله تبارك وتعالى، يتقرب بذلك إلى الله عز وجل. وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن في فضل العتق في سبيل الله، ذكر أنه من أعتق عبدا هو حيعتق من النار، وبقدر الأعضاء التي يعتقها من ذلك العبد نقول في المقابل يعتق نفس العضو الذي أعتقه من ذلك العبد، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى الفرج بالفرج، حتى الفرج بالفرج. يبقى نقول وقع العتق على أدنى الأجزاء، وقع العتق على أدنى الأجزاء، فعند ذلك نقول هذا عتق. فنقول هو ليه الشراكة في ذلك العبد بهذه الصورة؟ قلنا الكلام ده ممكن يأتي ازاي؟ مثلا في مسألة المواريث، يعني في مسألة المواريث رجل كان يملك عبدا ومات ذلك الرجل وله مجموعة من الأبناء، يبقى العبد ده هيعتبر يقسم بالنسب، بنسب أو المقادير المقدرة لهؤلاء، من مقادير مقدرة لهؤلاء في مسألة الميراث في النصيب المفروض. يبقى نقول رجل كده كان عنده عبد هو ده كل ما يملك، مات ذلك الرجل له زوجة، له ثلاثة من البنات، له خمسة من الأولاد الذكور، يبقى على ذلك نقول له أب له أم، يبقى كل دولة شركاء في هذا إيه؟ في هذا العبد، يبقى العبد ده كلهم أساسا يملكون
هذا العبد بنسب وبحصص على حسب الأنصبة المفروضة. نقول الزوجة لها كذا، الأب لها كذا، الأم لها كذا، للذكر والحظ الأنثيين يبقى نصيب الذكر كذا، نصيب الأنثى كذا. فحنجد أنه أساسا يقسم إلى أسهم، هذه الأسهم تقسم على الورثة على حسب الأنصبة المفروضة، فيبقى دول حيبقوا كلهم شركاء في ذلك العبد. نقول أحد هؤلاء حتى لو كان له أدنى النصيب، أدنى نصيب في هذه الشراكة، قال هذا حر لوجه الله، أنا أعتق هذا الجزء الذي لي، يبقى أصبح دلوقتي هذا عبد يطلق عليه عبد مبعض، جزء منه حر وجزء منه أساسا ما زال في الرق، هذا عبد مبعض. يبقى بغض النظر عن النسبة التي أعتق بها ذلك العبد، سواء كانت كبيرة سواء كانت صغيرة، سهم الأسهم كده هيتم يعتق به ذلك العبد. قال رجل أعتق شخصا له من غلام، فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لله شريك. زاد ابن كثير في حديثه فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه، يبقى هيعتق بأكمله، قال ليس لله شريك. يبقى المسألة دي تأتي ازاي؟ يبقى نقول اثنان شركاء في عبد، اثنان شركاء في عبد، يبقى نقول هذا الشريك الأول وهذا الشريك الثاني. نقول أحد هذين الشركين قام وقال هذا الجزء الذي لي أو نصيبي بذلك العبد هو حر الوجه الله، أصبح الشركة كأنها شراكة بين الله عز وجل أن ده حره وبين الشريك الثاني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لله شريك، لما يعتق العبد يبقى يعتق بأكمله أن يكون لله، هو لا يملك إلا هذا الجزء. يبقى على ذلك نقول لو كان مسرا، لو كان مليء، يبقى يعتق باقي العبد عليه، يعتق باقي العبد عليه، ليس لله شريك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان معسرا يبقى المسألة دي حنراها كده، هيبقى فيها طرح، هيبقى فيها هيستسعى ذلك العبد أم لا، وكيف يكون الأمر. قال ليس لله شريك، يبقى ده معنى الكلام، ينبغي أن يعتق بأكمله، لكن نقول هو لم يملك إلا ذلك القدر. فلو كان مسرا، لو كان رجل مليء عنده مال، يبقى هيقوم العبد ويدفع ذلك المال لشركاء ذلك الرجل، يعتق العبد بأكمله، وهذا ما يطلق عليه سراية العتق، سراية العتق، سراية قوية، سراية العتق. يعني لو هو أعتق جزء منه يبقى على ذلك هيسر العتق على باقي العبد، يسر العتق ده على باقي العبد. لكن هننظر بقى كده المعتق ده موسر ولا معسر، لو كان موسرا يبقى كده وجوبا نلزمه أن يكون بدفع باقي ثمن ذلك العبد إلى الشركاء، يقوم قيمة العبد ويدفع ذلك الباقي إلى الشركاء. إن كان معسرا يبقى هننظر كده ترى العبد هنا يستسعى ولا لا، يعني نطالب العبد التكسب ثم دفع ذلك النصيب الشريك الثاني أم لا. فقال ليس لله شريك، يبقى ده عمل، يبقى ينبغي أن يكون العمل بأكماله خالصا لله تبارك وتعالى، وبالتالي يبقى أجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه، أي حكم بعتقه كله، حكم هنا بعتق ذلك الرجل كله. ولذلك قال في الرواية الثانية أن رجلا أعتق شقيصا له من غلام، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وغرمه بقية ثمنه. يبقى الحديث فيه دليل على أن المملوك يعتق بأكمله إذا أعتق الشخص منه، ولا يتوقف على عتق الشريك الآخر وأداء القيمة ولا على الاستسعاء. قال ألا تراه يقول، وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وقال ليس لله شريك. يبقى هنا في الحالة دهية الإمام الخطابي رحمه الله قال الرواية دي بيستفاد منها أن رجلا أعتق شقيصا له الغلام، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وغرمه بقية ثمنه. يبقى غرم مين؟ المعتق اللي هو أعتق ذلك الجزء، يبقى قال له بيلزمك باقي ثمن ذلك العبد، يدفع إلى الشركاء إلا أن تنازل يعني هؤلاء الشركاء وأحد الشركاء عن نصيبه وأعتق ذلك الجزء أيضا لله تبارك وتعالى. ولذلك قال المملوك يعتق بأكمله إذا أعتق الشخص منه ولا يتوقف على عتق الشريك الآخر. طب نتوقف كده نقول وأسأل المسألة، يبقى ده نصيب الشريك الثاني، هل هو له الخيار في التصرف أم لا؟ له الخيار في التصرف أم لا؟ يعني يقول أنا مش عايز أعتق الجزء الثاني بتاعي ده، نقول لا،
أنت مخير بين أمرين، إما أنك أنت أساسا حنقول حيستسعى ذلك العبد حتى يؤدي لك لو كان المعتق الأول نقول معسر، وإما أنك أنت حيتبرع لكن لا يقوى على أن يمسك الجزء الذي له في ذلك العبد. يبقى نقول له العبد أنت دلوقتي مخير بين أمرين، إما أنك أنت تعتق النصيب بتاعك، وإما أنك أنت أساسا حيقوم هذا العبد ونحدد قيمة يعني هذه الشراكة أو النصيب الجزء الذي لك في ذلك العبد وحيؤدى لك كمال. فلذلك قال وأن المملوك يعتق كله إذا أعتق الشخص منه ولا يتوقف على عتق الشريك الآخر وأداء القيمة ولا على الاستسعاء. يبقى يتارى هنا في الحالة دي هل هيبقى بمجرد اعتقنا جزء منه نقول سراية العتق دي تسري على العبد أصبح كده حر، وبالتالي يبقى في الحالة دي هنرجع بالقيمة على الشريك الأول لو كان مسرا. طب لو كانش مسرا يبقى هنرجع بالقيمة يتارى على العبد في مسألة أنه يستسعى يعني يطالب بالكسب عشان يؤدي الباقي عليه حكم حكم الغريم حكم حكم المدين كده يعني. يبقى زي إنسان اقترى الدين ويبقى أصبح ده غريم يبقى مطالب أنه يعمل ويتكسب ثم يقوم بسداد ذلك الدين. هل نفس المسألة تبقى في العبد ده إن هو يبقى سراءة العتق حتسر جميع العبد وأصبح الآن حر ويطالب لكن حنطالب بسداد القيمة للشريك الثاني؟ مين يسددها؟ نقول الشريك الأول لو كان مسرا. طب لو كان معسر ما عندوش غير الجزء ده اللي كان بيملكه العبد يبقى في الحالة دي ترى نطالب بقى بأداء القيمة يؤديها ترى العبد يطالب بالسعي كده والاكتساب ويؤدي القيمة ولا كيف يكون التصرف؟ الشاهد من كده كما يقول الإمام الخطابي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز عتقه أجاز عتق العبد بهذه الصورة وغرمه بقية الثمن. يبقى لما غرم الشريك الأول بقية الثمن دي دلالة أن سراءة العتق صارت على العبد بأكمله كما يقول الإمام الخطابي رحمه الله. قال دلالة أن المملوك يعتق له إذا أعتق الشخص منه ويتوقف على عتق الشريك الآخر وأداء قيمة ولا على استسعاء. ألا تراه يقول وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وقال ليس لله شريك؟ يبقى ليس لله شريك يبقى العتق ده يكون بأكمله لله تبارك وتعالى. يبقى ده معنى الكلام. لكن هيختلف الأمر لو كان الشريك الأول ده موسر هنلزمه إنه يدفع قيمة نصيب الشريك الآخر إلى هذا الشريك أو إن هو يتبرع الشريك الثاني أيضا بعتق هذا النصيب الذي له. وإن كان الشريك الأول معسر ما عندهش مال يبقى في الحالة دي ترى حنؤدي القيمة ازاي للشريك الثاني؟ هل حنطالب العبد كده بالاكتساب والعمل وسداد القيمة ولا يعني هيكون كيف يكون التصرف؟ فحياتي ذلك الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى. الرواية الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم أعتق مملوكا بينه وبين آخر قال فعليه خلاصه. يبقى وجب عليه كده إن هو أساسا يعتق الباقي من ذلك العبد ويعطي القيمة للشركاء يعطي القيمة للشركاء يقوم قلنا قيمة العبد يقوم بقيمة العبد يعني شوفوا ده تمنه يقوم بقد إيه يقوم بقد إيه. يبقى نقول والله ده لما لو عرض في السوق بحرفاتي مثلا أو كده كان من أهل الحرف يبقى ده يساوي قد إيه يساوي قد إيه مش الثمن اللي هو عايزه الشريك. فرقنا ما بين أمرين ما بين القيمة والثمن. الثمن ده أنا بقوم بعرض سلعة أقول أنا أطلب فيها كذا أطلب فيها كذا نقول والله تساوي بقى يعني ما أطلب من الثمن أقل أزيد ده الثمن اللي أنا أريده. السلعة مملوكة لي أنا أساسا أقوم بعرضها وأطلب الثمن الذي أريد لأنها ليست بسلعة محتكرة يعني ليست بسلعة فيها احتكار. الكلام ده لو سلعة ده محتكر محتكر خاطئ وقلنا الحاكم بيبيع على ذلك المحتكر بثمن المثل بثمن المثل. لكن نقول دي السلعة دي موجودة وبالتالي أقوم بعرض هذه السلعة التي أملك وأطلب فيها ثمن كذا. الثمن ده ممكن يكون أقل من قيمتها ممكن يكون أكثر من قيمتها. يبقى ده الثمن أطلبه لأن أنا حتنازع هذه الملكية في مقابل عوض. العوض ده أنا أحدده وده الثمن أساسا. لكن نقول لو إنسان اعتدى على هذه السلعة وقام بإفسادها يبقى حنطالب هذا الإنسان بسداد القيمة. قيمتها كانت دي إيه؟ ممكن يكون القيمة أكثر من الثمن ممكن تكون القيمة أقل من الثمن. ما نقولش والله ده هو كان طالب فيها ثمن أقل لا هتقوم في الحالة دي هتقوم لأنه يعني فوت هذه السلعة على صاحبها وبالتالي تقوم دي بتساوي قد إيه في السوق؟
التساوي قد كده يبقى ده القيمه بتاعتها، هو ده ايه اللي ندفعه. يبقى لو اعتدى على عبد، رجل اعتدى على عبد فلان فقتل ذلك العبد، يبقى نقوم العبد ده، العبد ده بحاله يساوي قد ايه، يبقى قيمته تساوي كذا، يبقى دي القيمه التي يطالب بها التعويض، يطالب بها في التعويض. غير الثمن، الثمن ده لما يكون السلع في حوزتي والسلعه قائمه، انا اقوم بعرضها بالثمن الذي اريد، اقل من قيمتي ازيد من قيمتي حسب ما انا اقوم بعرض ذلك الامر. لكن لما تتلف يبقى عند ذلك يطالب المتلف بالقيمه. فلذلك قال، يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليه خلاصه، فعليه خلاصه. يبقى نقول ان هو كانه مطالب بان يسعى في عتق الجزء الباقي او يعتق عليه الجزء الباقي ويدفع قيمه هذا العبد الى شركائه بالتحصيص. لذلك قال من اعتق نصيبا له في المملوك عتق من ماله ان كان له مال. يبقى هنستكمل عتق هذا المملوك من مال ذلك المعتق إن كان له مال، أما إن لم يكن له مال هتأتي بعد ذلك المسألة الأخرى، وهو باب من ذكر السعاية في هذا الحديث. من ذكر السعاية في الحديث، السعاية اللي هو يطالب العبد بالسعي والتكسب لأداء القيمة. الكلام ده لو كان المعتق الأول أو الشريك الأول معسرا وليس مسرا، لو كان مسرا وجب عليه خلاصه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نلزمه كده بباقي القيمة تدفع للشركاء على حسب الحصص. يا ترى لو كان معسر ده سرية العبد سارت ايه، طب يبقى القيمة مين اللي هيأديها؟ فعند ذلك قال باب من ذكر السعاية في هذا الحديث. ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق شقيصا في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال، وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه، إلا وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه. يبقى يطالب العبد بالكسب وأداء كأن بالضبط كده يبقى أصبح غريم، أصبح غريم يعني أصبح أنه مدين، العبد كأنه بقى مدين، كأن نقول كده واحد أقرضه المبلغ ده وهو أساسا دفعه، يبقى العبد يطالب بهذا الدين. أصبح دلوقتي كده كحاله كحال الغريم، يطالب بالعمل والكسب ثم يؤدي عن نفسه، ولكن غير مشقوق عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال من أعتق شقيصا في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال، وإلا لو ما كانش عنده مال استسعى العبد غير مشقوق عليه. يبقى نقول حنلزمه ان هو يكلف العبد بالاكتساب وان يدفع هذه القيمة التي للشريك الثاني، فان دفعها اليه حيعتق عند ذلك غير مشقوق عليه في الاكتساب اذا عجز. يبقى لا نكلفه فوق طاقته، لا نكلفه فوق طاقته، ويعمل وتكسب ثم يدفع ذلك له، لكن غير مشقوق عليه، ما يبقاش ان هو اساسا فعل الشريك الاول نقول عند ذلك نشق به على العبد، نشق به على العبد. وفي مسألة العتق أيضا يعني لما يقوم إنسان بعتق رقيق سواء كانت أمة أو عبد، نقول يعني لما يقوم بعتق الرقيق دوت احنا بننظر إلى حالة الرقيق، ممكن يكون رقيق ضعيف لا يقوى على الكسب يبقى فيها الهلكة، فعند ذلك يؤمر هذا المعتق برده. نقول ليه؟ نقول ده مع ان الشارع طلب اللي هو او حث على مساله العتق، لكن لما نعتق العبد يعتق العبد هو يقوى على التكسب، لكن نقول امراه عجوز لا تقوى مثلا على التكسب يبقى فيها ضياع، فيها هلكه، فيها هلكه، فعند ذلك نقول لا، لا تقوم بعتق، يبقى تقوم بعتق من يقوم بتحمل مشاق نفسه، لكن هو اساسا نقول دي فيها هلكه وضياع، يبقى نقول وصلت إلى مرحلة تحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى رعاية لا تقوى على التكسب. فلو أعتق هذه المرأة هلكت المرأة، أو أعتق ذلك الرجل وكان هذا عبد مريض يعني مرض يمنعه من التكسب، لو أعتق ذلك العبد هلك العبد عند ذلك، هلك العبد عند ذلك. يبقى نقول لا، ده السيد مطالب بإمساك ذلك العبد والنفقة عليه، والنفقة على ذلك العبد. يبقى في مسألة العتق يبقى يقوم بعتق العبد أو الأمة التي تقوى على ممارسة الحياة وليس فيها هلكة في هذه المسألة، يعني بالضبط كده زي الإنسان هيتبرع بهذا الطعام، نقول له أنه طعام فسد عنده
وقام يقول لك أنا هتبرع بهذا الطعام، أتبرع بذلك الملبس. نقول ملبس خلاص أصبح، يعني نقول يعني هذا الملبس لا يصلح للباس، فعند ذلك يقوم بالتبرع به. نقول لا، يعني أنت هنا تتبرع بالشيء الذي لم يسري فيه الفساد، هنا تتبرع أيضا أو تقوم بعتق ذلك الرقيق الذي يقوى على التكسب وعلى ممارسة الحياة وعلى ممارسة الحياة. وإلا نقول هذا العبد وصل إلى سن كبير بحيث أنه يعجز عن التكسب، يعجز ويحتاج رعاية. هل يا ترى العتق كده في صالحه؟ لا، ليس في صالح العتق، يعني مش مسألة فيها عتق وخلاص، لا، العتق كمان ننظر إلى حال هذا المعتق، حال المعتق، حال الرقيق اللي حيعتق ده، هل يا ترى في الحالة دي فيها ضائع وهلاك أم لا؟ لو كان فيها هلاك يبقى عند ذلك السيد يقوم برعايته، ولا يقوم عند ذلك يقول أنا أعتق الوجه الله وهو قصده التخلص منه، ده هيتخلص منه تماما، لأن نقول لا يقوى على أن يتكسب، لا يقوى على أن يتكسب. فلذلك قال وإلا استسعى العبد غير مشقوق عليه، يبقى المعنى الكلام ده هو إن هو يكون عنده القوة للتكسب، أما إن كان عاجز يبقى نقول لك لا، يبقى ده نقول إنك أنت لو أعتقت هذا العبد يبقى في مهلكة للعبد. فمصلحة العبد هنا فين؟ مصلحته في أن يبقى عند مولاه، قلنا حتى لا يضيع ولا يهلك. لذلك ما قال وإلا استسعى العبد، ومعنى كده معنى الكلام أنه هو يقوى على التكسب غير مشقوق عليه، ما نكلفوش بأكثر من طاقته، لا نكلفه بأكثر من طاقته، غير مشقوق عليه في الاكتساب إذا عجز. يقول أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شخصا له أو شقيصا له في مملوك فخلاص عليه في ماله، قال إن كان له مال، فإن لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل ثم استسعى لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه. قال يبقى في الحالة دهية هيقوم قيمة العبد، يبقى قيمة العبد كما بينا قيمة، يبقى ده لو عرض كده، لو عرض نقوله يعني هنا بالسعر الجاري هيبقى يساوي قد إيه، قيمته قد إيه، قيمته قد إيه. الكلام ده وقت إحنا يبقى قيمة العدل ده يبقى معناه لو عرض كده يبقى يا ترى يجيب قد ايه، ما نقولش بقى صاحبه عايز فيه كام، لكن نقول المسألة كلها يعني نقول بسعر السوق لو عرض يقول لك والله ده يجيب ثمن كذا، فنقول عند ذلك أهل الخبرة يحددون قيمة هذا العبد، قيمة هذا العبد. فقال يقوم قوم العبد قيمة عدل ثم استسعى لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه، يبقى حيلزم العبد هنا ان احنا اساسا يتكسب ثم يدفع هذه القيمة التي عليه لذلك الشريك الثاني غير مشقوق عليه في الاكتساب اذا عجز. قال اي غير مكلف عليه في الاكتساب بل يكلف العبد الاستسعاء قدر نصيب الشريك الاخر بلا تجديد، فاذا دفعه اليه عتق عند ذلك، يبقى لما يدفع الجزء الثاني يبقى حيعتق بالنسبة للشريك الثاني. قال والحديث دليل على الأخذ بالاستسعاء إذا كان المعتق معسرا، يبقى الكلام ده لو كان المعتق معسرا، أما إن كان موسرا يبقى في الحالة دي حنلزمه بدفع قيمة باقي العبد إلى الشريك الثاني. قال والحديث دليل على الأخذ بالاستسعاء إذا كان المعتق معسرا، وقد ذهب الأخذ بالاستسعاء إذا كان المعتق معسرا أبو حنيفة وصاحبه الأوزعي والثوري وإسحاق أحمد في رواية وآخرون ثم اختلفوا، فقال الأكثر يعتق جميع في الحال ويستسعى العبد في تحصيل قيمة نصيب الشريك، وزاد البعض فقال ثم يرجع العبد على المعتق الأول بما أداه للشريك. يبقى اختلفوا في مسألة هل هو بيعتق ابتداء كده وبالتالي حكم الغريم انه اصبح مدين بهذه القيمه للشريك الثاني، ولا لا يعتق الا بسداد هذه القيمه للشريك الثاني. فلذلك قال وقد ذهب الاخذ بالاستسعاء اذا كان المعتق معسرا ابو حنيفه وصاحباه والاوزاعي والثوري واسحاق واحمد في الروايه واخر ثم اختلفوا، فقال الاكثر يعتق جميع في الحال، يبقى كده لما يكون مجموعه شركاء في هذا العبد أعتق أحد أولئك الشركاء نصيبهم، فيبقى العبد كده أصبح حر. طب هنفوت القيمة على الباقي؟ نقول لا،
يبقى يقوم قيمة العدل ونحدد كده نصيب كل شريك من الشركاء في هذه القيمة. يبقى ده له كذا ده له كذا. نقول للعبد أنت الآن مدين بكذا، أنت مدين بهذه القيمة، فلان يطالبك بكذا وفلان يطالبك بكذا، كأنه بالضبط كده هو حر واقترض المبلغ ده، كأنه حر واقترض المبلغ. يبقى لو كان حر واقترض المبلغ يبقى مدين، يبقى هنقول والله إن هو يسدد هذا المبلغ، يعمل ويتكسب ثم يسدد ذلك المبلغ. قال ويستسعى العبد في تحصيل قيمة نصيب الشريك. البعض زاد ثم يرجع العبد على المعتق الأول بما أداه للشريك. البعض قال إن يبقى العبد بيستسعه ويسدد القيمة لكن يعود بالقيمة على المعتق الأول، يعود بالقيمة على المعتق، كأن بالضبط كده إن هو حيستسعى العبد وكأنه بيسدد هذه القيمة، كأنه بيسددها كنيابة عن المعتق الأول عن الشريك الأول، وبالتالي يسدد ويطالب هذا الشريك الأول بالسداد. زاد البعض ذلك الأمر، كأنه بيرى كده إن قيمة العبد بأكملها بتكون على المعتق الأول على الشريك الأول، سواء كان مسرا أو معسرا. لو كان مسرا نلزمه في الحال، يبقى العبد كده لما أعتق منه الشخص ده الجزء ده يبقى أصبح حر، أصبح حر. طب عشان ما فوتش القيمة على الشريك الثاني يبقى نشوف الشريك الأول كده موسر عنده مال يبقى نلزمه بدفع المال، ما كانش موسر يبقى نقول هو أساسا كأن يقول ملزم بدفع قيمة، لكن هو معسر الآن نقول على ذلك كأننا نقول للعبد اعمل وتكسب وسدد هذه القيمة كنيابة عن المعتق الأول عن الشريك الأول، وبالتالي العبد سدد القيمة يطالب بقى الشريك الأول بهذه القيمة. هذا واجب الأوجه الذي بيذكرها ابن أبي ليلى رحمه الله. قال أبو حنيفة رحمه الله حاصل مذهب أبو حنيفة أن يرى بتجزؤ العتق أن يصار المعتق لا يمنع السعاية. أبو حنيفة رحمه الله يرى أن العبد يستسعى، قال لذلك قال في رواية قال وإلا استسعى العبد غير مشقوق عليه. بيرى أن العبد بيستسعى حتى لو كان الشريك الأول موسرا، حتى لو كان الشريك الأول موسرا قال العبد يستسعى في كلا الأحوال. يبقى كأن إن الشريك الأول هو ده أساسا نصيبه اللي هو أعتق به ذلك العبد، والعبد مطالب في حال يسار أو إعصار المعتق الأول اللي هو الشريك الأول يطالب أيضا بالاستسعاء. لكن طبعا رواية صريحة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق شقيصا في مملوكه فعليه أن يعتقهم كله، يلزمه بذلك النبي صلى الله عليه وسلم إن كان له مال، وإلا استسعى العبد غير مشقوق عليه. يبقى نقول كلام النبي صلى الله عليه وسلم فرق ما بين اللي هو الشريك الأول إن كان معسرا أو موسرا، إن كان موسرا ألزمناه بعتق باقي العبد، إن كان معسرا يبقى عند ذلك بيستسعى ذلك العبد غير مشقوق عليه حتى يسدد باقي القيمة إلى الشريك الثاني، إلى الشريك الثاني. ابن القيم رحمه الله بيذكر في تعليقي على هذه المسألة مسألة السعاية، لأن هذه المسألة ليست يعني متفق عليها بالعلماء، البعض يرى استسعاء العبد والبعض يرى عدم استسعاء العبد، كما سترد بعد ذلك روايات، هذه رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما في الباب التالي، في الباب التالي حيذكر في هذه المسألة باب من روى أنه لا استسعاء على ذلك العبد، باب من روى أنه لا استسعاء على ذلك العبد، وحيذكر فيها رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في مملوك أقيم عليه قيمة العدل، فأعطى الشركاء حصصهم وأعتق عليه العبد وإلا فقد أعتق منه ما أعتق. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في مملوك أقيم عليه قيمة العدل فأعطى الشركاء حصصهم وأعتق عليه العبد وإلا فقد أعتق منه ما أعتق. قال يبقى في الحالة دي ده لو كان موسر معنى مفهوم الكلام منطق الكلام، لو كان معسرا يبقى هنا نقول نصيب اللي أعتقه يبقى هو لا نلزم أكثر من ذلك ولا نلزم العبد بالسعاية، يبقى نلزم العبد بالسعاية. لكن الرواية الأولى أو الباب الذي بين أيدينا باب من ذكر أو من ذكر السعاية في هذا الحديث، هل نلزم العبد بالسعاية ولا لا نلزم العبد بالسعاية؟ يبقى على ذلك هذه الباب قال من أعتق شقيصا في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال وإلا استسعى العبد غير مشقوق عليه. يبقى دي فيها الاستسعاء. الرواية الثانية ما فيهاش ذكر الاستسعاء، قال فقد أعتق منه ما أعتق،
يبقى نقول كأنه بيرى أن الباقي ما زال في الرق بالنسبة للشريك الثاني، بالنسبة للشريك الثاني، وبالتالي يبقى في الحالة دي يبقى كأن العبد لا يطالب بالسعاية. الكلام ده لو كان الشريك الأول معسر وليس موسر. فابن القيم رحمه الله بيعلق على هذه المسألة، يقول في ذلك ابن القيم رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في الاستسعاء حديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي هريرة روي ابن أبي عروبة، وأما شعبة وهشام الاستوائي فلم يذكره، وحدث به معمر وذكر فيه السعاية. قال ابن منذر: لا صح حديث الاستسعاء، يعني لا يطالب العبد الاستسعاء. قال آخرون أن حديث الاستسعاء ده حديث صحيح، يبقى كأن كده العلماء اختلفوا كنتيجة رؤية هذا الحديث، هل هو فعلا حديث لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمن قال ذلك قال أن ده حديث أساسا لا يصح ولا يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم، فنفى مسألة الاستسعاء. ومنهم من صحح هذه الرواية وبالتالي بحديث صحيح، يبقى العمل على هذه الرواية الصحيحة، وأن فيها إلا وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه. فاختلاف العلماء يبقى كنتيجة لاختلاف العلماء بين تصحيح وتضعيف الرواية، بين تصحيح وتضعيف الرواية، وان في روايات معارضة لهذه الرواية كرواية ابن عمر، وكذلك قصة وردت عن عمران بن حسين رضي الله عنه وارضاه. فابن عمر رضي الله عنهما ذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ان لو اعتق الانسان شخصا له في مملوك فيطالب بعتق الباقي، يقوم عليه قيمة العدل ويدفع إلى شركاء حصصهم على حسب طبعا يعني نسب الشراكة. فإن لم يكن بقى معسرا، لم يكن له مال، يبقى أعتق منه ما أعتق، يبقى هو ده النصيب الواثق، وبالتالي لا تسري السراية على الباقي، يبقى هو ده النصيب الواثق، وبالتالي يبقى الشركاء ما زالوا يملكون ذلك العبد بحصصهم. يبقى دي هذه المسألة. فهنا البعض ذكر أن هذه الرواية ضعيفة، رواية السعاية، وبناء على ذلك قالوا لا يثبت في السعاية حديث. والبعض يصحح الرواية كما يقول ابن كثير، وقال آخرون حديث صحيح، وترك ذكر شعبة وهشام الاستسعاء لا يقدح في رواية من ذكرها وسعيد النبي عروبة، ولا سيما فأنه أكبر أصحاب قتادة ومن أخصام به، وعنده من قتادة ما ليس عند غير من أصحاب. اللي بيضعفوها نتيجة أنه هو قالوا هشام الاستوائي وكذلك شعبة لم يذكر هذه الزيادة، مذكروش زيادة الاستسعاء في الحديث المذكور عن أبي هريرة رضي الله عنه. قالوا الحديث ده أساسا يعني ذكروا قتادة وتلامذة قتادة، ما ذكروش إلا واحد بس، إلا واحد اللي هو سعيد بن عروبة. فعلى ذلك قالوا يبقى الحديث أو الزيادة دي لا تثبت. لكن ذكر ابن القيم رحمه الله أن هناك من يصحح هذه الزيادة، وبالتالي قالوا هذا حديث صحيح، حديث صحيح، طالما صحيح يبقى بيتم العمل من خلاله. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله أن البخاري رحمه الله عقد ذلك الباب: إذا أعتق نصيبا في عبد أو أعتق نصيبا في عبد وليس له مال، أو إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال، قال استسعي العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتاب، يعتبر زي المكاتب يعني. يبقى قال إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال، قال استسعي العبد غير مشقوق عليه، قال على نحو الكتابة، كأنه زي المكاتب هيعامل كده، كأن الجزء بقى بتاع الشريك الثاني كأنه كاتب عليه، يبقى كده ده الاستسعاء. يبقى معنى الكلام إن هو يعتق الشريك الأول النصيب، الشريك الثاني نقول إن كان الشريك الأول مصرا عنده مال نلزمه عند ذلك بدفع قيمة، ما كانش عنده مال يبقى نلزم العد بالسعي، كأنه بالضبط كده كاتب الشريك الثاني في هذا الجزء، يبقى كأنه كاتب الشريك الثاني كده في هذا الجزء. يبقى في الكتابة نقول متى وفى دين الكتابة حيعتق، يبقى كده كأن احنا قلنا العبد، يبقى انت بيلزمك عند ذلك ان تقوم بالعمل والتكسب ثم سداد هذه القيمة، حالك حال الكتابة. لذلك كانت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله قال على نحو الكتابة، يبقى كأنه في الحالة دي نعامله معاملة العبد المكاتب، والعبد المكاتب يبقى يقوم بسداد هذه القيمة
إلا سيدة حتى يعتق. يبقى أدي معنى كلام البخاري. وبالتالي الإمام البخاري رحمه الله يثبت السعاية، بيثبت مسألة السعاية. يبقى على الرغم أن نقول أن البعض أنكر ذلك الأمر، ولكن قالوا الحديث صحيح، وبالتالي طالما كان صحيحا يبقى ما فيش مجال للشك ولا الطعن في هذه الرواية. وطالما صحيحة يبقى بيتم العمل من خلالها، ونثبت عند ذلك استسعاء العبد، وأن حاله حال المكاتب كما قال الإمام البخاري رحمه الله. قال وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في السعاية عورد بحديثين، حديث عمر بن حسين وحديث ابن عمر. حديث ابن عمر ده حياتي بعد ذلك، وهو كما ذكرنا أن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في مملوك أقيم عليه قيمة العدل، فأعطى شركائه، يبقى الشريك الأول كده، فأعطى شركائه حصصهم وأعتق عليه العبد، وإلا فقد أعتق منه ما أعتق. يبقى لا يطالب أكثر من ذلك، ولا يطالب العبد الاستسعاء. فالرواية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شقيصا في مملوك فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال، وإلا استسعي العبد غير مشكوك عليه. رواية ابن عمر قال: وإلا فقد أعتق منه ما أعتق. وما ذكرش هنا السعاية، ما ذكرش أنه العبد هيطالب بالسعاية عشان يسدد باقي هذه القيمة إلى سيده طالما كان الشريك الأول معسرا. فيا ترى هل السعاية دي ثابتة ولا لا؟ قلنا أن البعض بيطعم في الرواية الأولى، وذكر أن خاصة تلامذة قتادة لم يذكروا هذه الزيادة، وبالتالي على ذلك قالوا يبقى الحديث لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن القيم رحمه الله ذكر أن مجموعة أخرى العلماء أثبتوا صحة هذا الحديث، وبالتالي أثبتوا مسألة السعاية. وبالتالي يبقى هذه الرواية هتعارض بروايتين، رواية عن عمر بن حسين ورواية عن ابن عمر رضي الله عنه. الرواية المذكورة على أبي هريرة في مسألة السعاية هتعارض برواية ابن عمر في السعاية وبرواية عمران بن حسين رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيا ترى كيف بيتم الجمع بين هذه الروايات، وهل فعلا بتثبت السعاية بالنسبة للعبد إن كان الشريك الأول معسرا أم لا؟ هنرجع ذلك الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قل لهذا وأستغفر الله لي ولكم.